احنا ماذا بينا كل جزائري وكل جزائريه يشعر بنفسه بانتماء تام لهذا الوطن. نفس الشيء بالنسبه ما سميناه انذاك مناطق الظل، 6 ملايين، اكثر من 6 ملايين جزائري عايشين في ظروف اللي المفروض تجاوزناها منذ الاستقلال. أطفال يعني 5 كيلومتر 6 كيلومتر في الريف، يمشي في الأوحال اللي تكون النو ولا الثلج والبرد، منين يرجع من المدرسة يحط المحفظة نتاعو وتعطيه يماه، يمشي يجيب الماء يسقي إلى آخره إلى آخره. الأمور هذه كنت أعطيت تعليمات وسخرنا أموال الحمد لله في بنسبة 80% تقريبا، 80% القرارات طبقت. اليوم كثير من المداشر والدواور عندهم الماء، عندهم الكهرباء، عندهم الغاز، النقل المدرسي يفوت يدي لهم أولادهم ويرجعهم، يغشوا في بعض الأحيان في بعض، ولكن أنا اضطريت مكرهاً مش راضي بها أني وقفت مسؤولين محليين من هذا السبب مؤخراً.